السلام عليكم. دلوقتي لو انا عندي الحيطة دي وعايز احط عليها دايمنشن وعايز يقول لي ارتفاع الباب والشباك، طيب دي اي ممكن تبدأ تعمل واحدة واحدة كده بالشكل دوت، وده هياخد وقت. في اختيار افضل انتاير وول، وادخل هنا واقول له لا متقطع مع الجريد او تقطع مع حيطة او تتقطع مع الاوبننج، اعلم الحيطة كلها هيبدأ يجيبها لي بالشكل دوت. عايزه بقى يكتب لي هنا الارتفاع، فاعمل سيلكت على الدايمنشن وهدخل على ايديت تايب والف اختيار اسمه شو اوبننج هاي، اوكي هيبدأ يجيب لي الارتفاع بتاع الباب اهوت، تمام، والارتفاع هنا بتاع الشباك. تقدر ان انت تسحبها وتحطها هنا، وده برضو تسحبه وتحطه هنا، تمام. طيب علم على الباب هتلاقي فعلا ان هو 20 27.